يا الله يا الله يا الله، انا والله يا جماعة مريض، حالتي حالة، وضعي مخربط صراحة. كنت ناوي اسحب على مراجعة حلقة اليوم، بس لازم 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 شد حيلك يا وجي، شد نفسك يا وجي، معليش حلقة مهمة لازم تنزل لها فيديو. فإذا شفتوني هبت، انا دائما اهبد يعني، ليش ما اهبد؟ فاعرف انه ايش اظهر المرض واظهر الادوية. كهل كبير السن ودع اهله، حلقة تقطعت فيها الأنفاس، حلقة كادت أن تدمع لها عيني. والله كنت ببكي، والله كنت بصيح في أكثر من مشهد، تكة كذا شوية كمان كنت ببكي، بالذات في المشاهد المتعلقة بملك فيسيريس. حلقة ما راح أقول عنها الأعظم، ولكن بالتأكيد يا جماعة أنه الحلقة الثامنة حركت مشاعرنا إلى أبعد حد، من خطوات الملك فيسيريس الهزيلة إلى العرش الحديدي، ومساندة ديمون له في مشهد جدا 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 جميل ومؤثر، وإلى لحظات العشاء تحت أنغام الموسيقى اللي أسعدت قلب فيسيريس الحزين والمكسور. ومثل ما أنه فيسيريس هو ملك الممالك السبع، كمان برضه هو ملك حلقة اليوم، سواء من ناحية الأداء أو حتى من ناحية حواراته الرائعة واللي عاشها وعيشني معاه بك كل مشاعر. فخلونا ما ننسى هذا الملك الطيب والمسكين والغلبان وضعيف الله فيسيريس، وما ننسى كمان مؤدي الشخصية نفسه اللي قدمها صراحة على أكمل وأروع وجه. بدأت الحلقة بخبر مرض كورليس وإصابته في أحد المعارك في جزر الأعتاب، وبغض النظر عن القفزة الزمنية إلا أنه خلاص وصلتنا للفكرة، كورليس مصاب وحالته حالة ومريض ويمكن يموت ويمكن يعيش، الله أعلم. ولكن أنا مو مشكلتي في موته أو حياته، مشكلتي في عباطة أخوه اللي كان مستعجل جدا جدا على وراثة الدريفت مارك. يا ابن الحلال، اخوك لسه مريض ووجعان وجاي في الطريق، اصبر خلينا نشوف الوضع، خليه يوصل بالسلامة ونتأكد اذا هو بيعيش ولا بيموت، بعدين نسولف عن وراثة الدريفت مارك. عموما بغض النظر عن حالة كور لسه وان حي ولا ميت، تصرف اخوه فيموند للامانة جدا جدا لئيم، ويخلينا نعرف انه هذا الانسان مرة مركز على حاجة اسمها ايرث دريفت مارك. دريفت مارك الدم الفاليري النقي ومدري أشغل أمنا، بل من شدة حرصه على الإرث والحفاظ على الدم النقي على قوله، الآدمي لما كان في حضرة الملك فيسيريس اتطاول وقال أدبه. لما فيسيريس غلق الليلة وقال خلاص واحد زائد واحد تساوي اثنين، قفلوا الليلة، قال أدبه واتطاول وغلط على رينيرا وغلط على شرفها. أوكي هي مش شريفة، هي حيوانة وعاهرة وكل شيء، بس ستيل فيسيريس قال يا ويل أم واحد يغلط على بنتي، يا ويل أم واحد يشكك في شرفها. فالآدمي اتطاول وأخطأ على رينيرا وأبنائها في حضرة الملك فيسيريس واللي كانوا موجودين. بغض النظر عن إنه هذه مبادئه ولا ما هي مبادئه، الآدمي جاب العيد سريع سريع وطار رأسه أسرع، أو عفوا نصف رأسه مع بقاء لسانه. سمعته بالدارك سيستر، أتوقع سمعناه في الحلقة الأولى. الدارك سيستر هذا سيف مصنوع من الفاليريان ستيل، السيف اللي مع ديمون اسمه دارك سيستر. وعلشان تعرف قديش هذا السيف مرة قوي ومرعب، رأس فيموند انقسم نصين كذا كأنه حبحب كذا بلمح البصر، يمكن كمان لو كان في حبحب كانت بتصمل شويه. انا ما توقعت انه يعني يموت بذي السرعه، بس ما في شيء متوقع صراحه في عالم جورج ار مارتن. وعلشان ما نظلم يعني فيموند يا جماعه، الادمي كان عنده مبادئ ومات وهو يدافع عن مبادئه، سواء اتفقنا معاه واختلفنا في مبادئه، الادمي صاحب مبدا والموت ولا المذله في سبيل حمايه مبادئه. ويب هيز ديد. انتقلت بنا المخرجة إلى دراغون ستون، وشفنا مشهد جدا جدا مثير للاهتمام ويمكن ما راح نشوفه بعد كذا، وهي كيف شكل بيضة التنين بعد ما تضعها التنانين. حتى إنه الوصول إلى مكان وضع التنانين لبيوضها ما هو سهل، شفنا كيف ديمون سلق جبل ونزل ما بين شقوق وحالت وحالت، وصخت ملابس أصلا تبهذل، ما وصل عند بيضة التنين إلا بعد شق الأنفس. عموما وصل ديمون هناك واتضح انه التنين تبع رينيرا وضعت ثلاثة بيضات، which is كان خبر جدا ممتاز بالنسبة لديمون. ليش يا وجيه خبر ممتاز؟ لانه صار عنده ثلاثة ابناء من رينيرا، فيسيريس تيمنا بالملك فيسيريس، وايجون تيمنا بايجون الغازي مش ايجون الفاسي، والطفل الثالث موجود في بطن رينيرا. ثلاث بيضات تنانين، ثلاثة اطفال بدم نقي من رينيرا وديمون، ليش ما ينبسط ديمون؟ ينبسط ونص كمان. الان تقريبا كل الحلقة او البقعة الكبيرة في الحلقة من أولها إلى آخرها هي مشكلة مين اللي راح يرث الدريفت مارك، وكمان مشكلة هل كورليس حي ولا ميت. وللحين ما في شيء
أكيد هل كورليس حي ولا ميت، ما في أي خبر أكيد. كل اللي عارفين إنه الآدمي مصاب ومريض وحالته حالة، يوصل حي يوصل ميت لسه ما اكتشفنا. ولكن بسبب الأخبار اللي انتشرت عن سوء حالة اللورد كورليس، صار فيه مشكلة كبيرة بدأها فيموند بالتحديد اللي هو أخو كورليس. في الحلقة الماضية لو فاكرين، وفي العزاء بالتحديد، اللورد كورليس قرر كذا إنه يختار وريث للدريفت مارك، ووقع الاختيار على مين؟ على لوك أو لوسيرس، اللي هو يفترض إنه كذا عرفا أو الشيء اللي شايفينه هم إنه ابن لينور، لينور ولد كورليس. بالرغم من إنه لوسيرس الصغير أو لوك مثل ما يقولوا له أعلنها بشكل صريح وقتها وقال أنا مش عايز الدريفت مارك، إذا ورثتها معناته إنه الكل ميت بلا 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 بلا، إلا إنه هذا الكلام اللي قاله كورليس صار حتمي، لوك راح يكون الوريث للدريفت مارك. عموما فيموند أخو لورد كورليس قال والله لن يرث الدريفت مارك ولد حرام، ولن يحكم ويجلس على عرش الدريفت مارك إلا واحد دم فاليري النقي. حلو الكلام؟ حلو الكلام. وعلى إثر عباطة فيموند إيش اللي صار؟ فيموند ورينيرا شالوا أنفسهم وقالوا يلا بينا على كينجز لاندينج، يشكك في شرعية ابني يخسي ويعقب. رينيس واللي معاها برضو قالوا يلا مشينا على كينجز لاندينج. هذا فيموند يفكر في كرسي الدريفت مارك وزوجي لسه ما في خبر عنه هو حي ولا ميت بالتأكيد، لا والله يخسي ويعقب. وبحكم انه صحة الملك في سيرس الله بالخير وحالته حالة، ساعد الملك أوتو هاي تاور قال يا جماعة الملك تعبان وأنا بفتيكم في أمركم، هاتوا العلم ايش المشكلة. طبعا لاحظنا لما دخلت رينيرا عند فيسيرس، دايمون انتبه انه العشبة اللي يشرب منها فيسيرس فيها مادة شبه مخدرة، يخليها لويس ويفوت الاشياء من حوله مقابل انه يرتاح من الالم، يعني مسكن الم بس له ايش اعراض جانبية انها تخليها لويس ويضيع. فيسيرس ايش قال يا جماعة فيما معناه، يعني قال انا يومي قرب، اليوم لا تشربوني من هذا المشروب، ابا اكون مصحصح، ابا اكون بعقلي، اليوم ابغى اتعشى مع عائلتي، زمان ما تجمعنا على طاولة واحدة. وفي وسط هرج وهبد فيموند امام اوتو هاي تاور، دخل لهم من الباب الملك فيسيرس، ويا له من مشهد يا جماعه، اقسم بالله انه فيسيرس يمشي بعكازه وانا جالس ادعي يا الله انك تعينه، يا الله انك تعاونه، يا الله انك تساعده. اللحظه اللي تعثر فيها عند العرش الحديدي وطاح تاجه وراح ديمون وساعده، والله انه ذيك اللحظه بحد ذاتها كانت طول المشهد كده وهو يمشي ويعرج ويا الله يا كريم وانا متوتر، ويوم جاء وطاح منه التاج وجاء ديمون انا هنا ارتحت اخيرا. روح الاخوه كذا ونظره الاخ لاخوه يا جماعه فيها كميه مشاعر ما توصفها الكلمات ابدا. المشهد كان رائع للامانه، من دخول فيسيرس والى جلوسه على العرش مشهد رائع اخراجيا وكئيب نظريا، ما منظر ما هو مريح يا اخي. وكرر يا جماعه انا ما ادري كيف شطحت بكم طلعت بكم مريض يا جماعه، مريض بطلع بكم وبنزل لكم كثير صراحه، فاسمحوا لي اكرر، مؤدي شخصيه فيسيرس هو مش ملك الممالك السبع بس، برضه هو ملك حلقه اليوم بلا شك. وبرضه يا جماعه للامانه انا اليوم شفت الملك فيسيرس كذا ملك، شفته ملك، ملك حقيقي. القدحة هذه اللي فيه ما شفتها أبدا في فيسيرس قبل كذا. جلسته على العرش الصعبة، ردوا على فيموند، قفل ملف الهوشة حق الدريفت مارك كذا في طرفة عين، وبنفس سرعة تقفيلته لملف الوريث الشرعي للدريفت مارك والحوسة ذي، طار رأس القادح فيموند صاحب المبادئ. أوه ماي جاد إيش قاعد أقول أنا. غير كذا يا جماعة عندنا مشكلة مرة كبيرة يا أخي، والله إنها قلق. عيال رينيرا أو عيال السترونج وضعهم يا جماعة جدا جدا سيء، احنا عارفين من زمان وضعهم سيء بس اليوم إيش شفنا قد إيش وضعهم مرة سيء. الكل يطالع فيهم بعين احتقار، الكل عزر وذلل فيهم بكل طريقة ممكنة بنظراتهم طبعا. إن مشوا بين عامة الشعب جاتهم نظرات سد النفس، وإن جلسوا بين أهلهم وجماعتهم أرضوا جاتهم كلمات ودق بالكلام يجيب الهم. طيب يا أخي هم ذنبهم إيه؟ هم اللي اختاروا يعني انهم يكونوا عيال زينة؟ المفروض اذا في احد يتهزأ وياكل بالجزمة وينطم فهو رينيرا، لانها هي اللي جابتهم على ذي الحياة وبالطريقة ذي. بس للامانة يا جماعة اللي عاجبني انه عيال رينيرا الاثنين شجعان وقادحين ولا عليهم في احد. اوكي اكيد هم متأثرين بكلام ونظرات الناس، بس في نفس الوقت متماسكين، تغلط علينا ندعس عليك، ما عندهم مشكلة يضاربونك طويل ولا قصير ضخم ولا نحيف، ما في
ما يسكتون، رهيبين للأمانة. حتى ايموند الكلب الأعور، أنا ما أدري ليش قاعد أسبه بس إنه مستفز صراحة، رمى عليهم كلمة فهمها من فهم وجهلها من جهل. أنا ما عارف كيف أنا مريض واستوعبتها، أحس إنها كانت كذا من دسة جوة الكلام بعدين استوعبتها. لما في سيرس قال لهم في طاولة العشاء يا جماعة صلحوا ما بينكم، مدري إيش المشهد الرهيب هذاك، أنا أبوكم أنا أخوكم أنا جدكم أنا يا جماعة روقونا. أليسنت قامت واعتذرت، رينيرا قامت واعتذرت، الكل قام إيش يتصافحوا بحب وخلاص وكل واحد يشرب نخب. قام في النهاية مين؟ قام في النهاية ايموند. ايش قال يا جماعة؟ قال لي نشرب نخب جيس ولوك وجوفري اللي هم عيال رينيرا عيال الزنا، وكمل كلامه وقال ايش؟ كل واحد منهم وسيم وحكيم وقوي. بس لاحظ انه ما كان يقصد قوي، كان يقصد سترونج. كلمة سترونج معناتها قوي اوكي، بس في نفس الوقت سترونج ايش يا وجيه؟ يا السلام عليك سترونج، ابوهم الحقيقي سترونج، عائلة السترونج. الولد جالس يدق كده من ورا التريلات، هو ذكي حيوان بس انه برضو ايش كلامه واضح وصريح، حيوان حيوان لئيم. بس برضو عيال رينيرا للاسف مشيت عليهم، استفزهم، قدر يستفزهم. كان بامكانهم يتجاهلونه ببساطه ويسوون انهم مجانين. حبيبي تشيرز. بس مضاربتهم وردة فعلهم والحفلة اللي عملوها كأنهم يقولوا اوه كلامك صح لا تغلط. يعني حتى ديمون لما تدخل ما قال ولا اي كلمة، جلس يضحك زي كذا. لأنه عارف أي تصرف عدائي بيظهر منه نتيجة كلام ايموند الأعور ما راح يجيب فايدة، بيزيد الطين بلة. فخلونا نعتبرها مضاربة أطفال وخلاص، كل واحد ينقلع على غرفته هنا. للأمانة ايموند واضح إنه بيكون شخصية مرة مخيفة ومرعبة وشيطان ولئيم وكل قلة حياة في الحياة. اختيارهم لمؤدي الشخصية مرة ممتاز، والولد للأمانة ملامحه صراحة خدمت شخصيته. وما ننساش يا جماعة إنه ايموند قدر يهزم كريستن في حلقة اليوم كذا وهم يتدربوا، طرحه يعني حط السيف على رقبته خلاص يفترض انه انتصر عليه. ولحظة ما ننساش انه كريستن اللي خسر في حلقة اليوم على يد ايموند هزم ديمون في الحلقة الاولى يوم المبارزة. معناته شنو يا وجيش قاعد تقول وانت بتوصل؟ معناته انه ايموند الاعور غير انه لئيم وغير انه مستفز، واضح انه ذكي وقاعد يشوف امور كثيرة ما حد شايفها، وغير انه معاه التنين الضخم فيجار، ممكن يكون اقوى من ديمون في ساحة المعركة او في المبارزة او في القوة البدنية دنيا سموها ما شئتم. بحكم انه كريستن في الحلقة الاولى هزم ديمون معناته انه كريستن اقوى من ديمون، جاء ايموند وهزم كريستن معناته انه ايموند اقوى من كريستن واقوى من ديمون، هذا اللي نقدر نفهمه يعني. اما البقرة ايجون هذا الفاسي اقسم بالله كل ماله يثبت لي انه ما هو داري وين الله حاطه، اغتصب له في حلقة اليوم واحدة من الخادمات وجات اليسنت عندها وشربتها عشبة علشان تسقط لو انه في بيبي في بطنها. الادمي مسوي مشاكل ما يسويها اي حمار في المملكة، علشان كذا سميته ايجون الفاسي. هم مينو ايجون تيمنا بايجون الغازي؟ لا احب اقول لكم انه طلع لكم ايجون الفاسي. فلو في احد بنقلق منه من عيال اليسنت يعني خلونا نقلق من ايموند. ايموند الاعور ذا ادمي خطير ومخيف. طبعا كان في حوار جدا جدا شيق في وسط الحلقة تقريبا بين رينيرا وبين رينيس. رينيرا اصلا شفنا في حلقة اليوم كيف انه عبء السياسة وراثة العرش مرة اثقل كاهلها، وجلست تفضفض عند الملك في سيرس وتبكي له وتشكي له وهو نايم سكران، ومو سكران يعني مسطول من الادوية وحالته حالة ما هو داري عنها، يعني كأنها جالسة تقول يا ابويا انت من جدك ورثتني العرش، هل اللي انت سويته صح ولا غلط؟ انت لما ورثت العرش بدل ما توحد العوائل انت قسمت ابو جد جد جدها، وكل المشاكل اللي صايرة هذه بسبب انك ورثتني العرش. عموما بنرجع للجزئية هذه بعد شوية. ولكن في النهاية رينيرا بعد ما شافت انها حايسة والناس قاعدين يتلملموا من حوالينها لجأت وبطريقة بائسة للأميرة رينيس، وعرضت عليها تزويج عيالها اللي هم عيال الزنا الى بنات لينا. لينا اللي ماتت بواسطة التنين فيجار لما كانت بطنها مشقوقة وحالة امها حالة وقالت دراكاريس وحرقها. ايوه المهم انه عيال رينيرا راح يتزوجوا بنات مين؟ بنات لينا اللي هم حفيدات مين؟ حفيدات الأميرة رينيس. حلو الكلام حلو الكلام يا أخي، الزواجات في المسلسل هذا حوسة يا جماعة. ديمون تزوج لينا وخلف منها بنات، ورجع ديمون تزوج رينيرا وخلف منها عيال. أنا والله ما فيني حيل أشرح لكم العهر وقلة الحياة اللي صايرة هنا، بس واضحة خلاص صح؟ واضحة ما يحتاج أشرح، أنا مريض. المهم إنه رينيرا قالت لرينيس خلينا نوحد علاقاتنا ونوطد قوتنا لأننا الحين إحنا في أمس الحاجة للقوة والوحدة. كيف يتم توحيد العلاقات هذا؟ نزوج بناتنا من عيالنا، اوكي عيالنا وهم بناتنا نزوجهم وخلاص. تم يا رينيس؟ قولي تم.
طبعا هي ما قالت تم في البداية، بس بعدين قدام الملك فيسيريس قالت تم. وللأسف يا جماعة الملك فيسيريس قبل رحيله من هذا العالم التعيس، وبالرغم من إن موته أفرحني وأسعدني جدا، مش لأني أكره فيسيريس، لا والله أوكي أنا ما أشوفه ملك مسكين وضعيف والله، بس لأنه ارتاح يا أخي، ارتاح من هم الملك وهم القرف وهم العيلة المعفنة ذي اللي تحته وهم المرض كمان، ارتاح خلاص الحين هو مات هو مرتاح. عموما يا جماعة إنه فيسيريس قبل ما يعشق قبل ما يفقع من هذه الحياة، وعلى إثر شربه من العشبة اللي تسكن الألم جاب أم العيد. هيا ركز معايا عزيزي الوجيه علشان اشرح لك الفوضى اللي سواها فيسيريس والعيد اللي جابه قبل ما يموت. في مشهد وسط الحلقة تقريبا، رينيرا كانت تبكي عند فيسيريس وهو على فراشه وتشكي له من عبء العرش ووراثة العرش بلا بلا بلا، وسألته سؤال جدا واضح: يا بابا بخصوص حلم ايجون، ايجون الغازي مش الفاسي ها، بخصوص حلم ايجون الغازي اللي اشاروا له بأغنية الجليد والنار، هل يا بابا فيسيريس انت مؤمن بهذا الحلم من جد ولا لا؟ هل انا راح اكون الامير او الاميرة المنشودة اللي راح توحد الممالك ضد عدو واحد ولا لا؟ وللأسف العشبة كانت مرة ضاربة وشادة عليه وما جاوبها وجلس يهدي شوية ورقد. انقفل الحوار هذا ها ما اكتمل، رينيرا طرحت سؤال فيسيريس ما جاوبه. لحظة، الوقت مر، العشاء خلص، راس فيمون طار، عيال رينيرا تزوجوا من بنات ديمون، رجع فيسيريس لفراشه وجات لعنده مين؟ أليسنت والحبيب فيسيريس ها؟ رينيرا سألته السؤال أمس، جاوب السؤال اليوم قدام مين؟ قدام أليسنت. سالفة حلم إيجون أو أغنية الجليد والنار هذا يفترض إنه سر بين رينيرا وفيسيريس وأي شخص يرث العرش الحديدي. إيش سوى فيسيريس يا جماعة؟ كاب أم العشاء قبل ما يعشق. تعرفون لو قالوا لكم في آخر ركعة طقعة؟ فيسيريس طقع في آخر ركعة وجاوب على سؤال رينيرا عند أليسنت، لأنه يحسبها رينيرا، واضح إنه كان مفلسع مرة وكان يحسبها رينيرا، فقال لها: يب حلم إيجون الغازي أنا مؤمن فيه، أغنية الجليد والنار صحيحة، والأميرة الموعود هو أنتي، ويقصد رينيرا. بس الكلام هذا قاله لأليسنت، أنا قاعد أعيد كلامي كثير ها، معليش معليش مسطول مريض حالتي حالة. كل اللي بقوله لك يا فيسيريس، أول حاجة فلترقد روحك بسلام، يعني سود الله وجه ابليسك، جبت العيد يا شيخ ليتك ميت وانت ساكت. هو الان انا ماني فاهم صراحه بشكل واضح، هل انه اليسنت فهمت غلط قالت اوه انا الوريثه انا الاميره الموعوده انا المقصوده باغنيه الجليد والنار اللي ماني داري ايش هرجتها اصلا، او انه اليسنت لا والله فهمت انه يقصد رينيرا يا ولد، شكله يقصد رينيرا من جد. باب التحريات والتوقعات الى الان مفتوح في هذه الجزئيه. ردت فعل أليسنت تقول انها فهمت غلط، وبرضه تقول لا انها فاهمه صح، والحلقات القادمه راح تجاوب على البقعه اللي حطها في سيريس قبل ما يموت. والله يستر في سيريس اصلح بينهم على العشاء من هنا وشبه بينهم من هنا قبل ما يموت. حوسه حوسه يا اخي، عالمك يا جورج مارتن حوسه يا اخي. عموما يا جماعه خلونا بس نثني على عده امور في حلقه اليوم، وبالاخص الامور المتعلقه بشخصيه الملك في سيريس. اولا التمثيل، ما يحتاج اقول لكم قد ايش مؤدي شخصيه الملك فيسيريس قدم الدور على اكمل وجه. صح انا قلت الكلام هذا في بدايه الحلقه، لا لا المرض لاعب فيني، لا لا المرض لاعب فيني، لا لا بس من جد يا جماعه مؤدي شخصيه الملك فيسيريس الامانه ابدع ابدع ابدع، مش بس في حلقه اليوم، ان جيتوا في شبابه ابدع، وان جيتوا في وسط عمره ابدع، وان جيتوا في عز مرضه وحالته السيئه برضو ابدع وما قصر، وبالذات في حلقه اليوم، لا من طريقه مشي ولا من طريقه كلام ولا من طريقه تجسيده للالم والوهن والتعب. فمن ناحية التمثيل يا جماعة الممثل بادي قدم دور مو يستاهل فيه الايمي الحرامية المعفنين، ولا يستاهل جائزة الأوسكار، يستاهل جائزة كذا خاصة، جائزة هاوس اوف ذا دراجون تروح للملك فيسيريس للممثل بادي. وكمان من الجانب الفني والمكياج السينمائي، تصوير وتجسيد المرض عن طريق المكياج السينمائي والمؤثرات البصرية يا لطيف يا لطيف، من جروح فيسيريس الى عينه المتآكلة الى فكه المشقوق، يا الله يا الله المؤثرات والمكياج السينمائي من أروع ما يكون، وأداء الممثل بادي مؤدي شخصية فيسيريس زاد الموضوع جمالا وإبداعا. عموما يا جماعة اعذروني على الهبد، زي ما قلت لكم مريض ومش قادر استوعب أشياء كثيرة من حواليني، ولا داري أصلا كيف قاعد أصور للحين. حلقة اليوم أتوقع كذا نقدر نقول إنه خلاص أمور كثيرة اتضحت لنا، علاقات الشخصيات ببعضها صارت واضحة، التحالفات اتضحت، والصراعات اتضحت، مين يحب مين ومين يكره مين، مين يتمصلح مع مين، ومين مخبي حقد وضغي المين. وكمان خلونا ما ننسى مشهد العاهرة مساريا، هي مساريا ماي سيريا عرفتوها، العاهرة ذيك اللي كان يحبها ديمون في بداية الموسم، ظهرت في مشهد واضح انه عندها مصيبة وتجسس وخفايا ومشاكل الله اعلم فيها، بنكتشفها في الحلقات القادمة. الى هنا يا جماعة نكون وصلنا لنهاية الفيديو، كان معكم الوجيه، شوفكم في الفيديو القادم.